في كمان واحنا لسه مع موضوع تكنولوجيا وهو من خلال الطاقة، بيقولك ان التكنولوجيا او الجسم البشري في تناغم حسي متكامل مع بعض، كل حواسنا الخمسة متناغمة مع بعضها، وان التكنولوجيا اثرت على بعض الحواس اللي بيتمتع بيها الناس وانتصرت لحاستي النظر والسمع على باقي الحواس. والدليل على كده ان النهاردة كل وسائل الاعلام الموجودة في على مستوى العالم كله بتعتمد على حاستي النظر والسمع بس، فبالتالي حاسة السمع والبصر طبعا ان بقت في حالة تنامي عكس الحواس التانية اللي الشم واللمس، والشم اكثر الحواس تأثرا وضررا من تنامي هذه الفكرة. فانت ايه رأيك في الكلام ده، وازاي انا انقذ الحواس الباقية؟ يعني عندي حاستين اشتغلوا وثلاثة راحوا في الوباء مع هنادي، طب ازاي احنا نحافظ على التكنولوجي وفي نفس الوقت نحافظ على الثلاث حواس التانيين، الشم واللمس، يعني حاجات اساسية، واخد بال حضرتك؟ طبعا والله لسه مع يعني مشاكل التكنولوجيا بشكل ان احنا عارف لما بيقول لك في شركة الكهرباء رشدوا الاستهلاك على سبيل المثال، ان احنا نرشد اطفالنا، يعني يبقى في رشد في العملية ان احنا ازاي نستخدم، لان زي ما حضرتك قلت طبيعي ان انا لو ماسك الموبايل وقاعد باصص فيه طول اليوم طبيعي ان حاسة النظر يبتدي يحصل بسبب الراديشنز والفريكونسيز اللي طالعة البصرية او اللي طالعة بالظبط، اكيد هتسبب لي ضرر ايا كان، حتى لو انا مش عارف ايه هو بالظبط ولكن هتسبب لي ضرر بدليل صحيح. ان انت تعمل كده وعينيك توجعك بعد شوية وهكذا. لو سمعت اصوات عالية واصوات متداخلة وترددات متداخلة لوقت طويل ممكن بعد شوية يجي لي صداع، ما اعرفش انام، احس اسمع صوت بنسميه طنين الاذن في ودني طول الليل وما اعرفش انام. صحيح. مستويات الهرمونات عندي يحصل لها مشكلة، يحصل ارتفاع في الكورتيزول، يحصل ما اعرفش ارتفاع في الادرينالين، يحصل كذا، يحصل كله بسبب اشياء زي ما حضرتك بتقول هو التأثير على الحواس. ايوه يعني، وفي ناس بتوع الكونسبيرسي ثيوري بيتكلموا ان ده شيء ممنهج يعني، ولكن انا بشوف يعني الانسان قادر على ان هو يتلاشى اضرار كثيره بان هو لو ايه يعني زي ما بيقولوا استيقظ، زي ما بيقولوا ايه يا فندم، استيقظ او صحي يعني استيقظ ويك اب. اوكي طب قول لي انت شايف ان الحواس البشريه هي عقلانيه ولا عاطفيه؟ حواسنا الخمسه الحواس الخمسه، تعال ناخد مثال. تعال نشوف الصوت او الشم مثلا او حتى النظر. انت لما بتشوف مثلا او بتشم رائحه، كان مثلا والد حضرتك بيحط هذا البرفيوم من زمان فانت شميت، فاذا هنا في عقلاني او خلينا نقول ميكانيكي، تمام، علميا في حاجه ميكانيكيه بتحصل، بان ايه اللي بيحصل ان الذرات والفريكوانسيز ترددات الشم بتطلع من الانف بتطلع الى الدماغ يترجمها على انها هي الرائحه الفلانيه. طب الرائحه الفلانيه دي لما ترتبط معايا بذكريات معينه، فالموضوع دخل في موضوع اهو قلبي او موضوع نفسي او يعني المسمى الثاني اللي حضرتك سميته اللي هو غير العقلانيه. أيوة. انا العقلانيه ممكن اخدها بحيث انها تبقى ايه عاطفيه او كذا. يعني انت لما تفتكر من ريحه معينه تفتكر صوره من 20 سنه وتبتدي تدمع على الموضوع، ما دي عاطفيه، ولكن سبب العاطفيه دي جت منين؟ جت بسبب ان الرائحه ترجمت في الدماغ، فالدماغ وراك صوره معلقه في الذاكره ترتبط بهذه الرائحه. كلام سليم. تبقى حضرتك زي ما بنسمع اغنيه لطيفه كنا نسمعها من يعني مثلا انا في والدي الله يرحمه مثلا كان بيحب يسمع حاجات موسيقى فرنسيه ومغنيين فرنسيين كتير والكلام ده. انا عمري ما سمعت الموسيقى دي وانا شاب يعني، ولكن لما بتيجي قدامي بالصدفه بفتكره وبفتكر صورته قدامي فاذا هنا في حاجه مؤثر خارجي اثر عليا بشكل منطقي علمي على المستوى البيولوجي
صحيح. وفي حاجه جات لي على المستوى النفسي ان انا نفسي. افتكرت الصور فالمشاعر اتحركت. وده ده شيء، ارتباط لا يمكن حله. وده شيء طبيعي لان الانسان هو روح ونفس، يعني الانسان هو بيكون من العنصرين، يعني ده شيء جميل. بالظبط.